والحكم اللقاء كل شيء. انطلاق ناحيه اليمين على طول لمحمد ونجم اللاعب الخطير والعرضيه، ضربه الراس واول اهداف الفريق الودادي، اول اهداف الفريق المغربي للاعب الخطير اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي يسجل وتصبح النتيجه 1-1. لسه بقول لحضراتكم خطر جدا محمد ونجم الجناح الايمن، ونركز مع اشرف بن شرقي. ولكن عموما الهدف للوداد والتشجيع لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي تشجع وتؤازر كما لو كان الاهلي هو اللي سجل الهدف، وكانها رساله للاعبين وبسرعه. ولا يهمك كان شيء لم يكن، نثق فيكم، سنعود، سننتصر، سنسجل. تلك هي قيمه هتافات